اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا بما ان النهارده مباراه الاهلي فالكلام على السوشيال ميديا كله عن هذه المباراه. احنا هنشوف ايه اللي اتكتب تحديدا على السوشيال ميديا في ترند الاهلي النهارده. يلا بينا. صفحه الاهلي الرسميه على فيسبوك نشرت فيديو بعنوان عدنا للحفاظ على بطولتنا المفضله. كابتن وائل جمعه كتب على حسابه على تويتر الدوري المصري راجع تاني وعمرنا ما نفكر في المركز التاني اكيد. الصفحه الرسميه الموقع يلا كوره على فيسبوك عملت تحليل رقمي قبل مباراه الاهلي امام انبي. ابرز الاحصائيات قبل المباراه بفوز الاهلي ب 22 لقاء امام انبي من الصفحه الرسميه الموقع في الجول على فيسبوك. المصري اليوم على تويتر نشر ابرز غيابات الاهلي عن مواجهه انبي. الصفحه الرسميه للاهلي اليوم على فيسبوك نشر تشكيل الاهلي المتوقع في مباراه النهارده. الوطن سبورت على تويتر كتبوا ان انبي يحفز لاعبيه بمكافئات استثنائيه للفوز على الاهلي. وصفحة ماجيكانو على تويتر يعني قالت كلام حلو جدا في حق جمهور النادي الاهلي ويقولوا ايه احساس انك صاحي وعارف ان في اخر اليوم هتكون قاعد بتتفرج على ماتش للاهلي واثق ان شاء الله انك هتقوم في نهاية الماتش مبسوط فده احساس بيهون عليك اي حاجة ممكن تحصل في يومك ماشي. الاهلي فانز على انستغرام نشر موقع او موقف الاهلي وابرز ارقامه قبل عودته للمنافسه المحليه. واخيرا حساب كابيتانو على تويتر قال ابتسم ستشاهد الاهلي اليوم. طيب ده كل الكلام اللي اتكتب على الاهلي النهارده في السوشيال ميديا. انا عايز ابتدي تحديدا بالصفحه الرسميه للاهلي على فيسبوك واللي نشرت فيديو مهم جدا بعنوان عدنا للحفاظ على بطولتنا المفضله ويعني كفيديو تحفيزي لفريق النادي الاهلي وكمان كتشويقي لجمهور النادي الاهلي اللي اكيد منتظر مباراه اليوم. النهارده كمان نجم كبير من نجوم النادي الاهلي كابتن وائل جمعه هو في الحقيقه اسطوره من اساطير الكره المصريه والافريقيه كمان كتب على حسابه على تويتر ومعروف طبعا باهلاويته الجباره يعني قال ان الدوري المصري راجع تاني وعمرنا ما نفكر في المركز التاني وده امر طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي او دايما بيبقى فيه منافسه مع المنافس التقليدي طبعا نادي الزمالك وليه كل الاحترام والتقدير لكن في نفس الوقت الاغلبيه دايما بتكون للنادي الاهلي من حيث بطوله الدوري تحديدا فده كان كلام الكابتن وائل جمعه على حسابه على تويتر. خلينا نروح للحساب الرسمي المصري اليوم كمان على تويتر واللي قال ايه النهارده؟ اتكلم على الغيابات الخاصه بالنادي الاهلي في مباراه انبي وفي الحقيقه الاهلي عنده عدد من الغيابات لما نيجي كده نتكلم مع بعض عندنا مثلا كهربا للايقاف، عندك صالح جمعه اسباب فنيه، عندك ياسر ابراهيم اصابه، عندك محمد محمود وكريم ندفد وسعد سمير كمان اصابات مختلفه لكن كلهم باذن الله قربوا يرجعوا. غيابات تبدو للبعض ان هي مؤثره لكن لما تيجي تبص على قائمه النادي الاهلي كده هتلاقي ان هي مليئه باللاعبين المميزين اللي يقدروا يعوضوا اي غياب، كلهم لعيبه اساسيه ويقدروا يساهموا في انتصارات النادي الاهلي باذن الله تعالى، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في مباراه اليوم امام انبي. خلينا نروح للاهلي اليوم الصفحه الرسميه على فيسبوك واللي توقعوا فيها تشكيل الاهلي النهارده، خلينا كمان نشوف الاهلي اليوم قالوا ايه النهارده بالنسبه لتوقعهم، قالوا في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، ايمن اشرف ومحمود متولي وكمان محمد هاني زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، وفي نص الملعب اليو ديانج وعمرو السوليه وثلاثي خلف المهاجم جونيور اجاييه محمد مجدي قفشه وجيرالدو والمهاجم هنا بيقولوا مروان محسن. ده توقع صفحه الاهلي اليوم على فيسبوك. خلينا نروح للوتر سبورت، الوتر سبورت على تويتر كمان واللي كتبوا ان انبي يحفز لاعبيه بمكافئات استثنائيه لمباراه
الاهلي اليوم وللفوز كمان على الاهلي. حق مشروع عند اي فريق في الدنيا ان هو ينافس اي مباراه ويكسب. طبعا فريق انبي من الفرق الكبيره جدا اللي عندهم مدرب مميز قوي قوي وارقامهم بصراحه مع الكابتن حلمي طولان ممتازه جدا جدا. فمن هنا جايه صعوبه المباراه، من هنا كمان انبي بيحفزوا لاعبتهم عشان يحاولوا ياخدوا الثلاث نقاط امام الاهلي في مباراه اليوم. لكن طبعا اكيد نتمنى كل التوفيق للاهلي في هذه المباراه، مباراه هتبقى قويه وفيها نديه كبيره جدا ما بين الفرقتين، لكن ان شاء الله الاهلي يكون موفق ويفوز بالثلاث نقاط عشان يواصل مشواره المميز في بطوله الدوري.